المرة واللي عدنا عن ميلة وصوله سبب الانستغرام لل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا تنسوني يا حبايب انه تباركوا على هذا الانجاز وهي عمرها 3 سنين. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو غيث مروان. فغيث مروان نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يقول بها انه راح ينزل مقطع باشر ويا اسامه مروه، راح يكون مقطع ناري واسامه مروه يتحكم بغيث مروان لمده 24 ساعه. تعطيكم هذه الستوريات شوفوها. قال جهزوا لحالكم بكره في فيديو انا واسامه، فيديو كثير حيوان، يا رب انه اسامه يصير فيه نفس ما صار فيني. شدعوا الكيوت هاي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملكة القصص طارق الباشا، الاغنية النارية اللي راح تنزل لكم باكر على الساعة تقريبا 2. وطبعا طارق الباشا نزل المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع حط بيه صورتي لاول مرة، ونفس الوقت حكى شوي على الفيديو اللي راح ينزل باكر. طبعا بنفس الوقت فضح بيه سان اسماعيل وامها، والشيء اللي سووه بيه رغم انه انا تاركهم اساسا ولكن سووا شيء. روحوا شوفوا المقطع على مود تعرفوا، ما حاب اني اقوله بمقطعي، الرابط بالوصف. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على موفلوجز ونسو بيسان اسماعيل ونور ستار. فما يعرف شنو اللي صاير، فموفلوجز نزل على حسب بالانستغرام هذا المقطع اللي كان احتفالا بعيد ميلاده، طبعا كانت ويا انسو بيسان اسماعيل ويا نور ستار، ولكن للاسف انه نارين بيوتي ما كانت موجوده وياهم، رغم اساسا نارين بيوتي حاليا بدبي، ولكن الان هم ملتقوا ويا بعض. وكل الكومنتات اللي جت على هذا البوست كانوا يقولوا نارين وين؟ وين نارين؟ ليش مو نارين وياكم؟ من هذا الكلام، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات هل يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له؟ او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، وهذه الصوره كانت هي نوعا ما لابسه ملابس شويه غير ملائمه، تعرضت لهوايه من التهجم المتابعين انسو بيسان اسماعيل، دائما متابعين نارين بيوتي يتهجمون عليهم، يقولوا لها انه ملابسه قصيره وانت مسلمه، فهذه الصوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات هل هي تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن زينب اللي هي زوجة احمد، وهل هي حامل او لا؟ فاحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، وعلى هذا البوست ثانيه كل الكومنتات اللي جت عليه كانوا يقولون انه زينب حامل وانه منهم لاحظ انه زينب حامل، اللي كان معهم ما بطنها شويه منتفخ، ما ادري صراحه هم اللي وضحوا هذا الموضوع، فكذا حقيقه الف مبروك، واكتبوا توقعاتكم بالكومنتات. طبعا بنفس الوقت هم تعرضوا للتهجم بسبب تنزيلهم لهذا الستوري اللي كانت بايلين بنتهم، متروحة شويه برجلها والقانو عن ما كانت وسخه، والغلط يسوون هذا الشيء اللي ممكن تتعرض هي للمرض، فاكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم او لا. بس وصلنا وصلت المقطع، من المقطع عجبكم لا تنسون مقطع طارق الباشا احطكم اياه بالوصف، وبس كانكم فايزين واخذ منك القصص، انتظروا اغنيه باكر ومع السلامه.